اهلا وسهلا فيكم من جديد. وصلنا معاكم لاخر فقره لليوم مع فقره المطبخ مع السيد فيفيان القاقيش اللي دائما بتلاقينا يوم الثلاثاء. اهلا وسهلا فيكي. اهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. اليوم اكلاتنا من المطبخ الصيني. اليوم صيني. صيني عم نوعدهم فيه، صار لنا 3 أسابيع. نعم، صار لنا 3 أسابيع عم نوعدهم فيه. حلو. ايش اليوم بدك تعملي لنا؟ اليوم بدنا نعمل تشيكن بولز، كرات الدجاج. وايش كمان بدنا نعمل؟ الدجاج مع الكاشو. الدجاج مع الكاشو. وبدنا نعمل رز. نحن مش حاطين الفش المعايير للرز بس لانها بسيطه جدا. هلا بنبلش فيه. اول شيء طيب. اول شيء ايش نبلش فيه؟ خلينا نبلش بالرز، بس اعطي عياراته ونحطه على النار. ما بده عيارات الرز هي مش موجوده على المقادير. لا. طيب ايش هي عيارات الرز؟ عندنا 3 كاسات رز الحبه الطويله. نعم، او اللي بنقوله نحن الامريكي. ولكل كاسة بنحط 2.5 كاسات مي، فبدنا نعبي هلا 7.5 كاسات ل3 كاسات مي. ونحطهم على النار. طيب إذا هاي هي بس للرز. بس للرز. طب إحنا بنبلش أول إشي بكرات الدجاج ولا الدجاج مع الكاشو؟ كرات الدجاج. مع كرات الدجاج. خلينا إذا هون الست فيفيان عم بتحط 7 أكواب للمي. لا دي قلنا 3 أكواب رز. أوكي. الكوب 2.5 كاسات. نحطهم على النار. عنا الرز مغسول، فبس بدنا بس يغلي الرز نسقط، بس تغلي المي نسقط الرز وحطيناه على النار. اها اوكي. هلا خلينا اذا نبلش بكرات الدجاج على الطريقه الصينيه ونعطي المقادير بالبدايه. اوكي يلا جاهزين. اوكي، اذا العجينه للكرات اللي هي كرات الدجاج بنحتاج لنص كوب طحين، نص كوب نشا، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة بيكنج صودا، وملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة طعام سمسم محمص، نص كوب مي أو أكثر شوي يعني حسب مرونة العجينة. وللتتبيل أو لتتبيل الدجاج قبل القلي نحتاج لنص كيلو صدور دجاج مقطعة على شكل مكعبات صغيرة. أيضا بنحتاج لنص ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار بودرة، 3 ملاعق طعام صويا صوص، زيت للقلي. ولعمل الصلصة نحتاج لملعقتين طعام زيت ذرة، 1 كوب بصل أخضر مقطع، 1/4 كوب صويا صوص، 1/4 كوب صلصة حلو حار، 2 كوب مرق دجاج، وبضعة ملاعق من خليط النشا مع المي. يعني بنقول 1/2 كوب نشا مدوب مع 1/2 كوب مي. خليني بس أحكي أكم من شغلة قبل ما نبلش. هلأ في أساسيات بالأكل الصيني اللي هي عندنا الصويا صوص، هذا ما بنستغنيش عنه بالاكل الصيني. عندنا محلول النشا كمان ما بنستغنيش عنه لانه هو اللي بيعطي السماكه للصوص تبع الاكل الصيني، اللي دائما بيكون عياره 1:1، يعني 1 كوب مي ب1 كوب نشا، فدائما لازم يكونوا مخلوطين وجاهزين قبل الاكل، يعني طيب. قبل ما تبلشي تطبخي. هدول اساسيات ما بنستغني عنهم. زائد كمان عندنا مرقه الدجاج، ما بنقدر نستعمل مرق الدجاج الجاهز لانه مالح، والصويا صوص مالحه كثير الا اذا استعملته اللي فيه الصوديوم قليل. فلازم نستعمل مرق الدجاج الطبيعي المسلوق بالبيت، فعشان نختصر الملح. ماشي، فهاي الاشياء هلا هون بتشوفوها معنا. هلا اول شيء بدنا نعمل عجينه للتشيكن بولز. هلا في عندي شغله، نحن عندنا خلطه تشيكن بولز وخلطه التشيكن مع كاشو. الدجاج رح نقليه بنفس العيارات اللي حكينا عنها، المواد اللي بدنا نحطها قبل ما نقلي. ماشي. نمشي للنقع، قلنا بنحط 1/2 معلقة فلفل حار. وعندنا 3 معالق صويا صوص. خلينا نشتغل فيهم. أول إشي لازم نقليهم، عادة أنا بحب أقلي اللحمة والدجاج بالصيني قبل. بأبدأ أخلط مع باقي المواد لأنه المي اللي برخيها هيك بتخلص منها. طيب بس خليني أحكي لكل اللي عم بتابعونا، لأي أسئلة حابين توجهوها اليوم للست فيفيان أكيد تقدروا تتواصلوا معنا على facebook.com/dunya-ya-dunya لأي أسئلة استفسارات خصوصا بموضوع الأكل الصيني. أكيد أنا عم بقرأ كل التعليقات. هلأ في دفء المشاعر إيش بتقول؟ بدها طريقة السوفلي. مزبوط، طلبتها مني اكثر من مره. تعملي لنا اياها مره بالحلقات الجايه رح نعملها، ورح نعمل طلبوا الجوز هند. فان شاء الله والبرازق هدول بالحلقات الاكم من الحلقه الجايين، فيتابعونا. طيب اذا احنا حطيناهم. هلا اول شيء انا بدي اقلي الدجاج. يعني نحن هون عندنا شغلتين، نحن بدنا نقلي الدجاج
للتنتين للتشيكن بولز وللكاشو. فهلا عم بقليهم ومنورجيكو. منعبل بشوي الدجاج يسخن، خلينا نخلط عجينة البولز الكرات الدجاج. اوكي، قلنا نص كوب طحين ونص كوب نشا ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة بيكنج سودا صغيرة، معلقة صغيرة ومعلقة سكر، أنا حطيتهم مع بعض. أوكي، هلأ عندك خيار بين ما تحطي معلقة سمسم كبيرة وبين ما تحطي معلقة زيت السمسم، إيش أحسن؟ شو بيفرق؟ هذا متوفر أكتر دائما السمسم بالبيت. السمسم، زيت السمسم مش كتير، بس بفرق إشي مثلاً على الطعمة؟ لا لا، وزيت السمسم نفسه بنقدر نعمله بالبيت، إنه نقلي كمية من السمسم الني بالزيت ونقوم الزيت بعد ما نقليه بيكون أخذ طعم الزيت طعم السمسم، فبنستعمله كزيت سمسم. هلا عندي صفوا هون الخلطة جاهزة، عندي هون ضل بس أضيف المي عليهم. طب هلا الرز هذا إيش بنسويه؟ الرز عم بستنى المي تغلي شوي. غلط ولا لسه؟ تقريباً. خليني أحطه. لأنه في مين اللي ذكرنا بالرز؟ زين رواشد بتقول الرز كأنها نسيت تحطه على النار. لا لسه المي ما غليت. ما غليت. لسه المي ما غليت. بس شكرا يا زين. اياد عمر شكرا لك. هلا الرز كل كاسه برضه معلقه صغيره ملح وبنتركه ليتفلفل. اوكي طيب، هاي 3 معالق ملح وبنتركه على النار. من هون لنخلص الحلقه المفروض يكون خلص ان شاء الله. 3. هلا عجينة الكرات ايش ضللنا فيها؟ ولا اشي، المي خلص. المي طيب. اوكي خليني اقيم الاشياء. خلينا لا خلي لي صحن هون لانه بدي اخلي فيه طيب. معلقة للرز. اوكي ماشي. هلا عندي نص كوب مي، ممكن احتاج غيره كمان معلقتين بس. اوكي أنا بدي أقوم الدجاج هلأ لأنه بالنسبة لي صار كفاية، ما بديش ياي حمار أكثر من هيك. طيب أوكي، العجينة هلأ صارت عنا جاهزة كمان، بس نورجيهم شكلها كيف لازم تكون. بدها تكون جامدة شوي. هلأ بشوفوا يعني هيو بالشكل هاد. أوكي شوي جامدة. لي أقدر أقومها بالمعلقة وأسقطها بالزيت السخن. هلأ نحن عنا عملية القلي اللي بتاخد شوي وقت، هلأ التطبيق ما بدوش إشي. عادة إذا بتقلوا الدجاج واللحمة بالأكل الصيني بتقدروا تحضروا 6 أطباق بوقت قصير جدا لما بلشوا تعملوا الأكل الصيني، لأنه الأكل الصيني طيب يكون سخن ويحضر دوري. فأنا عادة إذا أنتم مجهزين ناقعين الدجاج واللحمة وقليتوهم التطبيق بخدش وقت، 6 أكلات ممكن يتحضروا بساعة. أوكي هلأ نحن عنا جاج هذا جاهز. أوكي العجينة جاهزة. هلأ أنا عشان أكسب الوقت ما أقليش الجاج كله، قليت جزء بالبيت وهون بدي أقلي 4-5 حبات. أورجيكم بس الطريقة. أوكي هاي عندي هدول الجاج مقلي، بدي أسقطه بالعجينة وأحركه. مفروض زيت القلي هلأ عنا هون صار سخن، مفروض سخن. سخن؟ طيب إذن إحنا بنخلطه. العجينة إذا حسيتوها قليلة بتدوبلوا كل العيارات، يعني دبل العيار، يعني بيصير كاسة كاسة، معلقتين معلقتين معلقتين. أوكي أوكي هلأ عندي المعلقة هاي اللي بدي أخذ أقلي فيها. عندي عملية القلي حلو يعني انتبهوا لها، بس لأنه بدي تاخذ جزء من العجينة مع حبة الدجاج. مع حبة الدجاج نجرب نشوف الزيت تبعنا إذا منيح. ممتاز الزيت. يارا اسلام شكرا لك على تواصلك. مع انه بيستعملوا بالقلي كثير الزيت برضه، يعني هو بقصد على الاكلات اللي فيها خضار، لانه بتحطي بالوك بتحطي معلقه او معلقتين. هلا نحن بدنا نقلي ونشوف وبشوفوا قديش بنحط عاده.
بس الشغلات هاي زي الوانكتونغ والسبرينغ رولز والتشيكن بولز كلها مقلية. كلها مقلية صح. كلها مقلية بالزيت. بدي أحضر محلول النشا عشان بدنا نبلش نقلي، لازم يكون محلول النشا جاهز. أنا عندي كوب ماء هون وكوب نشا. منحركهم منيح مع بعض، لازم يكون النشا داب كله بالماء. في الموز المقلي نبيلة بتقول لك يا ريت مرة لو تعملي لنا الموز المقلي على الطريقة الصينية. طيب كتير مزبوط. إن شاء الله بنعمله. أوكي، هلأ عندي مرقة الدجاج سخنة، لازم أتأكد قبل ما أبلش. عندي النشا جاهز، عندي الصويا صوص، وهلأ ببلش أشتغل. هلأ بدي هون معلقتين زيت. زي ما قلنا هون الزيت بده يكون خفيف قليل، مش كتير. مين في عنا؟ زينب، شكرا لك زينب عبد الهادي. ديالا كمان عم تتواصل معنا. وفاء بيقولوا بدنا أشياء حلوة لرمضان، حلويات تنفع للضيافة إن شاء الله. إن شاء الله لازم. معلش احنا في معلقة هون، خليني اشتغل بهاي. هلا هون عندي حطيت البصل الاخضر بقلبه بسرعة. هلا الصويا صوص والتشيلي صوص اللي هو الصوص الحار، انا حطيت انه بنحط الفوق الفوق. هو فعليا يعني حسب الذوق، يعني نظريا انا بالبيت ما بعير، بس هلا مبدئيا بدي احط الكوب، بس ببين من لونها قديش انا عاده بدير دير. بس هلا راح احط عشان الكوب. عشان انت بتعيري بتعرفي قديش العيارات. فهلا عندي البصل هون بحط له تلت كوب صويا صوص او اقل شوي خليه. حنين ابو ربيع منوجه تحيه يا حنين لالاء وسامي، شكرا انهم عم بيتابعونا. برجع بذكركم تقدروا تتواصلوا معنا على facebook.com/dunyayadunya لاي اسئله اي اضافات بتحبوا تضيفوها مع الست فيفيان. حابين تعمل لكم اكلات من اكلات هزاك اكيد تقدروا تتواصلوا معنا. هاي حطينا تشيلي صوص هلا او الصوص الحار. هلا عندي مرق دجاج سخن، بضيف دغري هون. اوكي كوبين. هلا من لونها انا حاسه انها بدها صويا صوص اكثر، يعني بحط لها كمان شوي زياده. اوكي لازم يكون عبني شوي. اوكي بعدين نحن هلا هيك انه ما في اي نوع ملح ثاني دخل الا ملح الصويا صوص. صويا صوص اوكي. هذا شيء مهم لانه قلنا هو الصويا صوص مالح فما بدنا نضيف ملح كمان. بالضبط. هلا ما بقيش شيء غير اني ازيد النشا. النشا بنزيده معلقه معلقه عشان نشوف سمكتها، لانه بدنا اياها مش سميكه كثير ومش مرقه كثير. طب ست فيفيان ايش بيقولوا لك؟ اماني خرسات بتقول لك في مجال هيك تعملي لنا عصائر او سلطات فواكه؟ ان شاء الله. تكون مميزه وزاكيه خصوصا هلا بالصيف. طبعا. قديش بدها وقت هاي؟ هو انا المشكله بدهم يعذروني انا اللي صاير انه معي حلقه واحده، فيعني كله بدهم يستنوا عليه ليجي وقته. طيب قديه بدها وقت هاي الطبخه؟ قديش ضايلها؟ هاي خلصت. خلصنا هاي زدنا بنزيد عليها كرات الدجاج. اوكي لازم تنزاد دغري قبل التقديم لانه العجينه بتشتش او بتطرى، فلازم دغري قبل التقديم عشان ما تضلها شويه تقرش. فهلا هيك عندنا جاهزه، نصبها بالجاط. اوكي يلا نصبها. في عندنا ميس عبد اللطيف نتشكرك، رزان صقر شكرا لك، رضاك بتقول لك شكرا كثير ست فيفيان اكلك كثير زاكي. صحتين. عيسى بده اكل مكسيكي ان شاء الله كله جاي.